انت طيب، انت جاوبوا انت طيب، يلا اشوف شو هو؟ اشي بت نفس اشي ما اشي بتنفس فيش فيه روح. نباتات لا النباتات فيها روح، بتكبر وبتعيش وبتطلع ثمر. فيها روح. اه فيها روح. بس احكي لك كلمة مش عارف. انت ما قرأت بالقرآن والصبح اذا تنفس؟ قولي. حلو حلو. حلو يا شو هذا؟ قبل ما نزله اجي يا اخوان، هذا ما ليش دخل هند طرد، لسه ما نزلتوش بتخوت. موسكو اعذرني صديقي، انا نفتح مجال لغيرك. هذاك شكله هكر يا اخوان، قبل ما نزله اجا. ستة انت جاي وثمانين من الانستغرام؟ انا من انستغرام. والله هذا ما شاء الله على السريع. شو انا من لا حبيبي افتح مايك. لازم تفتح مايك، احنا من الشروط تفتح مايك. انت لو انك تتابع الانستغرام كان عرفت شو شروط انك تدخل. اعذرني صديقي، مؤمن يا نورت صديقي. دندرة انت محمد هذا؟ بس اسكي مكالمة صار سبع نقل لي بالتليفون. هلا مؤمن شلونك؟ ابراهيم والله شو لا اخبارك يا تعرفني. اخوي؟ الحمد لله والله ميت وانت. والله الحمد لله. عرفنا عن حالك، وين تقيم، شو اسمك؟ انا مؤمن من الاردن حياك الله، هذا منه فينا. حبيبي والله. نظام الفعالية، نسألك سؤال حزيرة، ايش لازم تجاوب عليه خلال 10 ثواني عشان ما تروح الجوجل تستعين فيه. لا 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 مو راح تجاوب. تمام، بس خليني اجيب الحزيرة واجيك. مؤمن حبيبي ركز معي بالحزيرة هاي. عيني. منزل من طابق أول، من طابق واحد، كل شيء فيه أصفر، الجدران والأثاث والأبواب، فما لون السلم؟ أصفر. صديقي كفو عليك أسطورة، بس مش أصفر لأنه من طابق واحد، يعني فيش لا مش محتاج لسلم، يعني فاهم علي؟ كفو كفو يا أسطورة. حزيرة يعني في سطر. ولا من طابق أول، يعني لا في سطح ولا في إشي. كفو كفو عليك أسطورة. هي حزيرة هاي بدها تفكير شوي يعني. كان ايوه يلا عادي مش مشكلة يلا تشرفنا فيك مؤمن. حبيبي مع حبيبي. راسي يا أخوي. زين شيلها ليه؟ ايش عن تليفوني. امسك ايش عن فول اتوقع. امسك عبارة عن قليل من الوقت يكون معنا. تحزروا اياها انت يا ساسكي، نتشرف انه نسمع صوتك بهالفيديو. هلا أليكس أليكس. شلونك؟ هذا أليكس. افتح مايك صديقي. نعم شلونك؟ شو يا اخف؟ قلبي من وين حضرتك؟ من وين أنت؟ مباشر. أليكس صوتك مش مسموع. سامعك أخوي سامعك. من وين أنت؟ أنا من الأردن. حياك يا الله، هلا والله شرف. غصبا عنك أحسن ناس. اسمع راح نحضرك تحزورة، وإذا تمام ربحت فيها بتربح معنا كود شحن جواهر. الحزيرة بتقول حجي عليان على الصخرة، لا هو ترو لا هو بقى. شو هو؟ شهر. عدله 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 اياها بس ببطء شوي. حج عليان على الصخرة، لا هو ترو لا هو بقى. خلصتك أخيرا. طيب يعني شو السؤال؟ يعني أول مرة صار في حياتي تسألني سؤال. حزيرة عادي هاي حزيرة حزيرة مش سؤال. هاي حزيرة حكيت عن ستوري. السؤال سؤال وحزيرة حزيرة تاخذ. حزير حزير، يعني السؤال حزير، يعني إذا دخل أربعة قبليك حذرناهم حزازير زي هيك. يعني نغير لك عدل يا حج عليان على الصخرة، لا هو ثور ولا هو بقرة. شو هو؟ صوتك عم يقطع مرة. حج عليان على الصخرة، لا هو ثور.
خلنا نشوف لك واحدة ثانية أحسن. أحسن أو أحسن في هي الحزيرة مش مفهوم عليك سي حزيرة ثانية خليك مسير. سمعني أليكس؟ سامع إيه ركز معي. حزيرة سهلة وبدأت التركيز. شيء دائما أمامك لكن لا تراه. غلط صديقي. المستقبل. نورتنا وتشرفنا فيك. راسي غني. حبيبي. عشو. حلوة حلوة والله انت حلوة هاي. المستقبل ها؟ المستقبل. هلا يا اسطورة، شلونك يحيى؟ هلا بالله خاطي، هلا. شو اخبارك؟ والله تمام، شلونكم؟ عرفنا عن حالك. يحيى من سوريا، عايش بالمانيا. حياك الله يا اخوي. طبعا الفعلية زي ما نزلت على انستا انه نزل تيم كود ويجي معنا واحد، انت كمان اجيت معنا ونسألك سؤال حزيرة لازم تجاوب عليه خلال 10 ثواني. جاهز؟ تمام. ركز معي كويس. شيء يمشي ويقف وليس له رجلين، فما هو؟ شيء يمشي ويقف وليس له رجلين، فما هو؟ كفو يا اسطورة، كفو كفو يا أول رابح معنا في هذا الفيديو. من احنا لقينا واحد زلمة قدر يجاوب على الحزازير. تمام، انت ربحت معنا كود 220 مجوهرة راح يوصلك الآن. تمام يا اخوي، كفو كفو عليك يا اسطورة. طبعا راح ينزل الفيديو على اليوتيوب، بتمنى تفوت تشاهده وتحط لنا لايك. اكيد اكيد فوت مشاهد ولايك. مبروك مبروك يا اسطورة، شرفنا. موفق ان شاء الله. على راسي يا حب، يا سلام. هسه وصلك الكود. طبعا هيك حبايب قلب بكون وصلنا لنهاية المقطع، بتمنى ينال اعجابكم. اذا عجبكم ان شاء الله بنزل جزء ثاني. طبعا بنعرف عن طريق لايكاتكم نوصل 100 لايك. اساطير، كان معكم ساسكي وناروتو والشركسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.